أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأشاعرة والماتريدية يعدون من أهل السنة والجماعة؟ لا، لا يعد، قال لهم الأشاعرة والماتريدية، ما حد عدهم من أهل السنة والجماعة أبدا، لكن هم يسمون أنفسهم أهل السنة وما هم من أهل السنة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.